برامج إعادة البناء والتنمية يجب أن تكون ملازمة لجهود منع الإرهاب في العراق، ويجب أن يكون ذلك مرتكزا لمبادئ حقوق الإنسان، وسوف يكون هناك عمل للمجتمع المدني. والسياسات المناهضة للإرهاب يجب أن تكون فعالة في نزع التطرف بين الأشخاص من أجل زيادة الفرص التعليمية بشكل خاص، وهذا يتطلب برامج التنمية الوطنية والدولية من أجل تأمين الوظائف للشبان والشابات، للنساء والفتيات، وللذين عانوا الكثير في العراق خلال السنوات الماضية من العبودية الجنسية والعنف إلى ما هنالك من صعوبات. علينا أن نقدم لهم الدعم. عملية المصالحة في العراق أيضا يجب أن تتضمن المساءلة عن الجرائم التي تم ارتكابها، ويجب أن تساهم النساء كليا في عملية صنع القرار من بناء إعادة البناء حتى المصالحة الوطنية. وأنا أطالب السلطات من أجل تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325 بالإضافة إلى منع كل أنواع العنف الجنسي، ونحن علينا أن نواجه هذا التطرف العنيف أيضا، وهذا يتطلب أيضا الكثير من التضحيات. يمكن أن يكون ذلك من خلال تأمين مصلحة كل أطياف الشعب العراقي. يجب أن يكون هناك حقوق متساوية مواطنة وفرص للجميع. يجب أن يكون هناك تنوع ديموغرافي، وهو جزء أساسي من هذا التراث الغني للعراق. التاريخ واعد والمستقبل واعد. علينا أن نرى بصيصة من الأمل بين عمليات المصالحة المستقبلية والحوار بين كل أطياف الشعب العراقي. الانتخابات البرلمانية التي سوف تكون في أيار سوف تكون أساسية لاستقرار العراق ولإعادة البناء والانتعاش الاقتصادي أيضا. إن مشاركة النساء والأقليات والمجتمع المدني في العملية الانتخابية سوف تكون أساسية. أصحاب المعالي والسيادة واستعادة أصحاب العراق، قد عانى الأمرين، ولقد عانيتم ضد خطر العالمي الذي تسببه داعش. كنت تحمون أنفسكم، كنت تحمون الأسرة الدولية أيضا جميعها ضد الإرهاب. لقد حان الوقت لكي نظهر تضامننا معكم أنتم العراقيين. الأمم المتحدة والأسرة الدولية بكاملها تقف إلى جانب العراق، وعليها أن تضاعف جهودها. شكرا جزيلا.